السلام عليكم، اخباركم ايه؟ معاكم الشيف عناني من مطعم خروف على الفحم. النهارده هنوريكم طريقه الرز البرياني مع الخروف. هنا دول 3 كيلو رز بسمتي، ومعانا هنا سوداني وزبيب. ممكن نزود في المكسرات لو حبينا نحط عين جمل او فستق، مفيش مشكله. البهارات الفلفل الاسود معلقه، وقرفه معلقه، وهنا قرنفل نص معلقه، وهنا حوالي 10 جرام ورق لورا، وده الكركم بيبقى معلقتين ونص، وهنا ماجي باودر معلقه، وملح معلقتين. تمام، هنبتدي ننزل بالتوابل كلها في قلب الميه. هنا الطريقه بتاعته بتبقى عباره عن سلق، وده الكركم عشان يبقى اللون. هننزل بالماجي وبالملح. بعد كده هننزل بالرز على طول. هنغطيه شوية على كده وهنبتدي نسيبه شوية، بس ده لازم يعني أول بأول نقلبه، يعني كل مثلا دقيقة، كل دقيقة هنشيل الغطا ونقلب، لأن هو ما بيقعدش كتير على النار. هنحمص بقى المكسرات اللي هي السوداني والزبيب. احنا المفروض كل دقيقتين تقريبا او كل 3 دقايق بنقلبه تقليبه ونشوف السوا بتاعه وصل لحد فين، وتقريبا وقته كله بيقعد على النار يعني من 13 ل 15 دقيقه. كده هنبتدي بقى نصفيه مع بعض. دلوقتي بقى ميعاد التقديم. بسم الله. هنا بعد ما حطينا الخروف بقى هنحط عليه صوص خروف على الفحم. صوص خروف على الفحم ده بقى هعمل لكم حلقه تاني ليه لوحده، عشان ده مكوناته كتير قوي وموضوع كبير. يعني كده حلقتنا خلصت، ونبقى جاهزين للاكل، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده بحاجه جديده.